أهلا بكم مرة تانية، ما زلنا في هذه التغطية الحية والمتواصلة، ونفتح في هذه الفقرة ملف مصر والجمعية العامة للأمم المتحدة. قبل الفاصل كان لنا لقاء مع الدكتور بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، ويشرفنا أيضا في هذه الفقرة الدكتور سعيد اللويندي الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. بجدد الترحيب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. ولكن اسمح لي بقى يعني نلتقط كده أنفاسنا قليلا وناخد راحة من الملفات الدولية ونروح لهذا الخبر العاجل اللي كان النهاردة صباحا، حريق في 7 محلات في أرض اللواء، 7 ورش بمنطقة أرض اللواء، وقوات الإطفاء بذلت جهدا كبيرا للسيطرة عليها. ومعنا فيديو لهذا الحريق، خلينا نشوفه مع بعض ونرجع مرة تانية لهذا النقاش، وسنعلق عليه أيضا خلال عرض هذه اللقطات. دكتور، يعني كيف تابعت هذا الخبر النهارده؟ يعني انا تابعته بعدم اكتراث شديد، لانه الاخوان او نظام الاخوان عندما عجزوا وايقنوا تماما انهم عجزوا عن ان يكون هناك اصفهان مثل ربع ونهضه، وعجزوا تماما عن حشد مظاهرات في مصر، فهناك محاولات فرديه بين وقت واخر يمكن ان يقف وراء هذا الشخص او ذاك. لكن على عائله حال مثلا اسبانيا عندها جماعه الايتا الاقتصاديه تقوم بقتل وحرق الى اخره في مدريد نفسها، عاصمه اسبانيا، ورغم ذلك هذا لم يمنع الشعب من العمل والانتاج والتواصل بشكل او باخر، كما لم يمنع اطلاقا ان هناك جماعه الايتا انتهت تماما من هذه الاعمال الفوضويه. بس انا عايز الفت النظر دكتور بعد اذن حضرتك انه الفحص المبدئي كما قيل من الجهات الامنيه، اللي هو كمال الدالي مساعد وزير الداخليه لامن الجيزه النهارده قال انه الفحص المبدئي للحريق سببه من التحريات الاوليه ماس كهربائي، ولا توجد فيه حتى الان شبهه جنائيه لانه جنبه في محطه للكهرباء كما اعتقد، فربما انه لا توجد اصابع ارهابيه خلف هذا الحادث. حتى لو كان هناك اصابع ارهابيه تتعلق بنظام الاخوان وانتقاميه لاخره، لكن هذا الشيء يجب الا يزعجنا اطلاقا لانها امور عاديه جدا، لانه حتى لو ثبت دي ارهابيه او غير ارهابيه او نظام الاخوان وراءها، يعني اعتقد ان هذا الامر لا ينبغي ان يكون إلى دون أن نعمل وأن ننتج إلى آخره، لأن مصر والنهضات والحضارات لم تبنى بالمظاهرات وأنها تبنى بالعمل والإنتاج. بالتأكيد بالتأكيد، طبعا احنا شايفين آثار الدمار، 7 ورش الحقيقة لإصلاح السيارات في أرض اللواء، لم تسفر هذه الحرائق عن خسائر بشرية حتى الآن. الجهات التحقيق تمارس عملها وتعاين المكان، ألسنة الدخان ارتفعت في هذه المنطقة، احنا شايفين اللي بيحصل ده عملية تبريد على فكرة من قبل قوات الإطفاء لإخماد الحريق وأثاره. لكن من حسن الحظ طبعا أرض اللواء ليست ببعيدة عن أماكن ساخنة كثيرة أخرى زي كرداسة ونهية، دي طبعا اثار الادخنه المتصاعده من هذا الحريق، وطبعا سيناء طبعا ما في، يعني بالتاكيد احنا عندنا عمليات امنيه كثيره مفتوحه في مصر، لكن طبعا قوات اجهزه الامن والقوات المسلحه الى جانب قوات الحمايه المدنيه دائما تقوم بواجبها. قوات الحمايه المدنيه في الجيزه النهارده تمكنت بعد جهد جهيد من السيطره على هذا الحريق اللي شاب زي ما قلنا لكم في 7 ورش لاصلاح السيارات بمنطقه ارض اللواء في حي العجوزة. برضو أكرر مرة أخرى، المعاينة الأولية ودي طبعا ليست نهائية رجحت وجود ماس كهربائي وراء هذا الحريق. مع الأسف الشديد هذا الحريق التهم عدد كبير جدا من السيارات قبل وصول سيارات الإطفاء، والآن بيتم الاستماع لأقوال أصحاب هذه الورش لمعرفة السبب الحقيقي وراء هذا الحريق. عدد السيارات اللي قامت بالإطفاء، سيارات الحماية المدنية، كانوا 9 الحقيقة، وصلوا لمكان الحادث بعد قليل من بدء هذا الحريق، وكان كل همهم إخماده قبل أن يصل إلى المساكن والعمارات اللي بتحيط بمكان الواقع، وإحنا عارفين إنه هذه منطقة سكنية مزدحمة والبيوت متلاصقة وفيها كثافة سكانية عالية، وبالتالي كانت المهمة مهمة حيوية الحقيقة، ومسألة حياة أو موت بالنسبة لقوات الإطفاء. لم
تقع أي خسائر بشرية. لحسن الحظ لا توجد شبهة جنائية وراء الواقعة حتى الآن على الأقل وفقا للتحريات الأولية، ولكن النيابة أمرت بانتداب رجال المعمل الجنائي لإجراء معاينة دقيقة بقى هذه المرة للورش لبيان أسباب الحريق. كان عندنا حريق في محلات أخرى على سور نادي الزمالك قبل أيام برضو يعني قضت تماما على هذه المحال، وأعتقد أنه ده بيوحلنا إلى ملف مهم جدا دكتور سعيد، وهو ملف حماية الأماكن من مثل هذه الأسباب، توفير وسائل الحماية المدنية داخل الأماكن المغلقة والأماكن الضيقة. صحيح. ودي ثقافة مش في مصر أعتقد، يعني إيه الموجودة، أشياء كثيرة كانت لم تكن موجودة لأن لم تكن هناك مشكلة أمنية في مصر قبلا. لكن أعتقد أنها منذ الآن فصاعدا هناك قوات مدنية مسؤولة عن حماية الأماكن، حراستها إلى آخره. الأسوار عندما تسير بجوار سور جامعة القاهرة إلى آخره تجد كتابات ما أنزل الله بها من سلطان مع وضد إلى أشياء. كل إنسان يحاول أن يخرج ما بداخله. أعتقد هذه ثقافة لم تكن موجودة. أتساءل أين حراس السور، أين حراس الجامعة إلى آخره، كل هذه الأشياء. أعتقد وظيفة المحافظات محافظة، أين محافظ القاهرة وأين محافظ الجيزة؟ محافظ الجيزة كان عندنا هنا قبل أيام. أعتقد أن هذا الأمر ورديه، لكن هو كان بيدافع عن نفسه الحقيقة، لكن أنا نقلت لو نبض الناس والناس غاضبين الحقيقة. على الأقل لابد من أن تكون هناك حماية وأن تكون هناك حراس موجودين. أين هم؟ وهم موجودين بالفعل، تجدهم أول كل شهر وآخر كل شهر عندما تخضون رواتبهم، لكن أين عملهم؟ أين المفتشين؟ أين من مسؤول عنهم؟ لا أحد إطلاقا. وأتصور أنه تغليب المصلحة العامة وجه مصر الحقيقي يجب أن يظهر، وأعتقد أنه لن يظهر إلا بأن يقوم كل إنسان بعمله في أي مكان، كان مكان سواء كان حارس، سواء كان عامل في مصر، سواء كان فلاح، سواء كان موظف إلى آخره. أعتقد مثل هذا. إحنا كان عندنا كوارث كتير يا دكتور سعيد، يعني كوارث القطارات على سبيل المثال تتكرر. يعني من 2002 كان عندنا حادث يعني بشع في لكن عندنا إدارات سكة الحديد إدارات، ومع ذلك كانت تتكرر دائما. ما الذي يعني يطمئننا الآن؟ ما المانع ألا تتكرر هذه الكوارث؟ إحنا كان عندنا سوق ليبيا في مطروح اتحرق بالكامل، وعندنا سور نادي الزمالك هذه المحال احترقت، والنهاردة عندنا هذه الورش في أرض اللواء. يعني إيه اللي يمنع أنه يبقى فيه كمان حادث رابع على قدر الله؟ الوعي لدى المواطن نما وترعرع وكبر جدا، ثم أن الإحساس بتغليب المصلحة العامة. نحن أمام وجه مصر دائما نقول، حتى حازم البلاوي قال يعني هناك مصالحة مع من لم تروس أيديه بدماء مصر ومن لم يتأمر على هيبة مصر. نحن الآن أمام هيبة مصر، نحافظ عليها أو لا نحافظ عليها، سواء كان سور سواء كان سوق سواء كان ورش إلى آخره. كل هذه الأمور يجب أن تتضح تماما، وأن يكون هناك إدراك كامل بحماية مصر. ومصر ليست إلا كل هذه الأشياء، مجتمع الورش والسور والأسواق. طيب أعود بها مرة أخرى للملف الخارجي ومشاركة مصر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. السيد نبيل فهمي وزير الخارجية أكد للولايات المتحدة الأمريكية في كلمته أنه ما زال الباب مفتوحا أمام الإخوان للانضمام إلى الحكومة. برأيك ما مدى جدية مثل هذه الدعوة؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية ترفع شعار أنه عدم الإقصاء لهذا الطرف أو ذاك، ويجب أن تكون هناك تغليب لمصلحة مصر وليس تغليب لمصلحة فصيل سياسي ضد فصيل سياسي آخر. من أهم الأشياء التي تميز إن صح التعبير النظام الفاشل نظام مرسي أنه كان نظاما إقصائيا، كان يبعد أشياء معينة. كل القرارات التي أخذها سواء داخل البرلمان أو خارجه أو حتى فيما تعرف مجلس الشورى، كل هذه الأشياء كانت تخدم فقط فصيل سياسي معين هو نظام الإخوان. لكن عندنا أكثر من 10 مليون قبط، هل خدمهم هذا النظام؟ لم يحدث إطلاقا. بيخاطر المصريين، كان المصريين يفكرون في أشياء ثم يخرج محمد مرسي في خطابه بأشياء أخرى. نحن لم يعني كان هناك حاجزا كبيرا بين رئاسة الجمهورية ممثلة في مرسي وأتباعه، وبين نظامه وحزبه وحزب الحرية والعدالة إلى آخره، وبين حلم عامة الشعب. أعتقد أن نبيل فهمي كان حريص على انه يعني ان يقول للولايات المتحده الامريكيه لن يكون عندنا في مصر حكما اقصائيا بعد اليوم، يجب ان يكون مصر للمصريين. وعلى فكره هذا الشعار مدرسيا الذي قاله في البدايه احمد رفص السيد استاذ الجيل، مصر للمصريين لا للاتراك ولا للانجليز. ونحن نقول نفس الشيء، مصر يجب ان تكون لجميع المصريين دون تمييز. طيب يعني ربما سؤال اخير نختم به هذا النقاش الممتع. احنا طبعا شهدنا زياره لوزير
وزير الخارجية المصري إلى روسيا، التقى فيها بعدد كبير من المسؤولين هناك. أيضا كان له على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاء بوزير خارجية الصين. هل مصر دلوقتي بتبحث عن حليف استراتيجي وعسكري جديد؟ مصر أعتقد بعد بداية الصفحة الجديدة من بعد الثورة أعتقد أنها تبحث عن علاقات خارجية متوازنة. لم يكن منذ أطلق السادات سامحه الله 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا ونحن نسير مع صوب العينين وراء أمريكا. لماذا نأخذ موقفا لصالح الغرب وأمريكا على حساب الشرق وعلى حساب مصلحة مصر؟ نحن يجب أن تكون لنا علاقات بأمريكا وبالغرب، وفي نفس الوقت لازم لنا علاقات جيدة مع روسيا ومع الصين. علاقات متوازنة هذا ما نبحث عنه، وهذا ما يتوازن مع ثورة قام بها شعب مجيد عظيم مثل الشعب المصري، وثورة عظيمة مثل 25 يناير و30 يونيو أيضا. أعتقد التوازن والندية بالفعل هما شعار الدبلوماسية المصرية الآن في علاقتها بالعالم الخارجي. أنا بشكرك جدا دكتور سعيد اللويندي، الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أسعدتنا بالفعل بهذا اللقاء. شكرا جزيلا ليك. ومشاهدينا بهذا اللقاء تنتهي صحبتي معكم في هذه التغطية، نلقاكم غدا بمشيئة الله في موعد جديد. إلى اللقاء.